بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. فأنا العبد الفقير يحيى بن محمد الحكمي الفيفي، قدمت من بلاد الحرمين الشريفين إلى بلاد المغرب الأقصى في عاشر رحلة لي لجمع القراءات الكبرى والصغرى العشر الكبرى والصغرى على شيخنا الفقيه المقرئ سيدي محمد بن الشريف السحابي، خاتمة حفاظ القراءات في بلاد المغرب الأقصى في مدينة سلا المباركة. وهذه عاشر ختمة أختم بها عليه العشرين، وهي قراءة خلف العاشر، حيث التقيت بشيخنا المبارك في يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 34 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو 14 من شهر يناير من السنة الميلادية الجديدة 13 بعد 2000. وقد ابتدأت بقراءة خلف العاشر في يوم الاثنين المذكور، واستمرت قراءتها إلى هذا اليوم الذي يتمم 8 من تلك الأيام، وهو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة، والثاني 22 من شهر يناير من السنة الميلادية المذكورة. وهذه ختمة خلف العاشر، أقرأ خواتيم جزء عم الآن في مدرسته، مدرسة ابن القاضي في مدينة سلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يتمم الختمة على خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون،
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد ختم الشيخ الفاضل المقرئ المجود رواية قراءة خلف بن هشام البزار العاشر وكما هو يعني ذكر ختمها في 8 أيام وهي الختمة العاشرة للقراءات السبع والعشر ثم العشر لنافع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة القرآن وخدمة السنة كما أنه قد قرأ قراءة مجودة مرتلة محققة
مع بيان الحروف وإعطائها الصفات التي تستحقها وأماكن الوقوف والابتداء. فنسأل الله تبارك وتعالى وفقه لكل خير وأن يزيده من فضله. وقد أجزته كما أنني أجزته في السابق بإجازات عامة، وقد أجزته بهذه القراءة قراءة خلف إجازة أن يقرأ ويقرأ بها لمن رغب من طلاب العلم وأهل الله تبارك وتعالى. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقه للدين والإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق جميع إخوانه لما يحب ورضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.